وتعديل مال مصطفى هوكا. نرجيله طبعا تعبانه ومزنجره بدمره دمار. ايش نقول لهم؟ شوفوا هسه قدامكم اوكي، وباعوا ان شاء الله بعد الفيديو هذا. وهسه اجى دور التعديل مال مصطفى هوكا. هذا بعد التحديث ابويا رجع الشكل الجديد. الله مصطفى هوكا قناتي على اليوتيوب، متابعين الغالين شفتوه بالبدايه تو، شوفوا شلون استوينا على تعمير ورجعنا جددناه من جد وجديد، وراح تشتغل النرجيله بعد شويه.